افندي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري. النتيجة لا تعكس الواقع. نحن لدينا فرص حققناها في هذه المباراة. سجل فينا هدفا بواسطة ضربة جزاء. كان من المفترض أن نسجل من ثلاثة فرص، وكان من الممكن أن تتغير النتيجة، ولكن لم نكن محظوظين. 1-0 هي نتيجة من الممكن تعويضها. نعم ستكون مباراة قوية، ولكن مما رأيته أعتقد أننا من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل. هل هناك أي فكرة لأن يكون عن المباراة؟ هي منافسة 90 دقيقة متبقية مثل هذه المباراة، ولكي تفوز بالمباريات عليك أن تسجل من أنصاف الفرص. اليومين المقبلين سنستعد للمباراة المقبلة أمام نفس الفريق، وسنعمل على تصحيح كل الأخطاء كلما أمكننا ذلك. شكرا جزيلا.